صباح الخير عبد الله، صباح الخير ساره، صباح الخير للساده المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. نحييكم اجمل تحيه من هنا من جبال منطقه جازان، وتحديدا من محافظه الدائره، المحافظه الحدوديه في شرق منطقه جازان، تلك المحافظة الجبلية الجميلة التي تشتهر بالزراعة والمدرجات والمباني الأثرية القديمة التي قد تساعد في جعلها وجهة سياحية جميلة جدا، خاصة لهواة التراث وهواة المباني التراثية والسياحة الريفية بشكل عام. محافظة الدائر هذه الأيام تستضيف مهرجان البن، وتزامنا مع هذا المهرجان أقيم أيضا معرض ل التعريف بالسياحة الريفية بمشاريع السياحة الريفية، وهذا المجال الخصب الذي قد يكون أحد أهم المجالات السياحية التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030. للحديث أكثر عن مشروع السياحة الريفية في جبال منطقة جازان، يسرني أن أستضيف الأستاذة سارة المالكي، مشرفة فريق قيمة النسائي بالدائر. صباح الخير أستاذة سارة. صباح النور، حياكم الله. أولا بسم الله الرحمن الرحيم. احنا فريق غيمة، مجموعة بنات، 10 بنات يهتمون بالسياحة الريفية ومهتمين بإعادة إحياء التراث. لدينا شركة مهتمة بإحياء السياحة الريفية، ولديها مشروع إن شاء الله قادم في المحافظة، مهتم بالسياحة الريفية والزراعية المستدامة. احنا من ضمن هذه المجموعة، مدعومين من نفس الشركة، لدينا ركن في مهرجان البن. حبينا من خلاله أن نظهر مقومات المحافظة وما تشتهر به المحافظة من تراث، من منتوجات وغيرها. مثلا هنا عندنا الركن هذا، حاولنا لأن الدائر كما هو معروف مشهورة الآن بس أنها بإنتاج البن، ولكن لدينا منتوجات منذ القدم دائما زي الحبوب، الفواكه وغيرها، مثلا الذرة الحمراء، الدخون، البر، الشعير وغيره، أيضا مثل البابايا، الموز، الليمون والنباتات العطرية. طبعا من فكرة النباتات العطرية إن شاء الله، ومن ضمن أهداف غيمة أنه صناعة العطور من نباتات الدائر العطرية وغيرها كالعرعر والقهوة. عندنا أيضا هنا أيضا من أعمال بنات الفريق اللي هي غيمة بالبن. الفكرة من هذه الغيمة أنه إن شاء الله إذا تم الاستثمار الصحيح والدعم المناسب لزراعة البن وغيرها، ستصبح كالغيمة الماطرة على أبناء وبنات البلد إن شاء الله. لدينا هنا بما اننا مهتمين بالحياه الريفيه وباعاده الحياه الريفيه، حبينا نظهر البيت الريفي القديم من خلال ما كان، يعني مثلا المطبخ، الطحن، طريقه الطحن، المرهات وغيرها. لدينا ايضا طريقه تبريد اللبن قديما، نضع الاشجار ويرش عليها الماء تبقى بارده. ايش اسم الشجر اللي يوضع تحت؟ اسمه الغلف، باللهجة المحلية اسم الغلف. الغلف بس ما أدري صراحة باللهجة. يحفظ الماء ويحفظ البرودة للبن. تحطه على الأرض، ترش عليه الموية، تحط هذه نسميها عندنا حجمة. الزائر للبيت الريفي أو للسياحة الريفية راح ينعم بهذه المناظر، وأيضا راح يتذوق هذا اللبن من نفس الماء. والله هذا في مشروع القرية السياحية الريفية إن شاء الله كل هذه الأشياء ستكون موجودة، وعلى الطبيعة يعيش يوم كامل في النزل نفسه والمزرعة نفسها، ويتذوق ويرى كل هذه الأشياء أمامه. أيضا هنا البيت الريفي أيضا، بس في حقبة مثلا شوية متقدمة، بداية ظهور الراديو وغيره. لدينا هنا شنطة العروس أو شنطة المرأة في البيت. نعم، هي كانت قديما مصنوعة من السعف، كانت كبيرة وتحفظ بها ملابسها، بس بداية الحقبة متقدمة ظهرت الشنطة وظهرت هنا عندك المنتوج الحرف القديمة. هذه كلها هذه تراثية، هذه ممكن. وكل هذه الأدوات راح تكون متواجدة في البيت الريفي في النزل اللي راح ينزل فيه السائح، سيرى كل هذه الأشياء أمامه ويستخدمها حتى. هنا من الفكرة أيضا من نعرض هذه الأشياء، مش فقط إننا بس نعرضها كعرض، لو مثلا في دورات لإعادة هذه الحرف لبنات المنطقة ويعيدون، وكيف تستخدم بطرق تعود عليهم بالنفع
في مجال السياحة كتذكارات وغيرها للسياح. نفس الفكرة عندك، هذه مصنوعة من شجر العتم، تحفظ فيها الزبدة يعني لفترة إلى أن يصنع منها السمن، تجمع فيها الزبدة إلى أن كل هذه المصنوعات من المنطقة المحلية. نعم، من أشجار المنطقة. نعم، كلها من المنطقة ونباتات المنطقة وغيرها من جلود وسعف وغيره. هنا نفس النمط، نفس الأدوات ونفس النمط. هنا عندك البيئة الخارجية للمنطقة، مش للنزل، للمنطقة. احنا حبينا اولا نظهر تاريخ المنطقة وما تحتويه من مقومات، اولا احنا الان نسوق لها، وبعدين في المستقبل ان شاء الله كل هذه الاشياء سترى في النزل والقرية السياحية. هنا البيت، البيئة كاملة من حرث ارض، من داخل المنزل. السائح راح ينعم ايضا بالزيارة لهذه الاماكن ان شاء الله. ستكون هناك مسارات لعدة اماكن وسينعم السائح باذن الله فيها. هنا بعض القرى الأثرية القديمة أيضا، اسمها قرية المسترب، في إحدى جبال الدائر، اسمه جبل طلان. هي قرية قديمة ممكن عمرها أكثر من 400 عام، وراح تكون من ضمن المسارات بإذن الله. في عندنا ما شاء الله مشهورة الدائر بالقلاع وغيرها، بالقلاع الأثرية، فإن شاء الله ستكون من ضمن المسارات.